السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي. كورسنا كورس تعلم البرمجة باستخدام سي بلس بلس. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، كتبنا الكود دوت ونسقنا باستخدام الستريم مانيبيليتورز الاوتبوت بتاعنا. طيب احنا عاوزين نطلع بقى الاوتبوت دوت في فايل، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني نطبع الكلام دوت نحوله لفايل اللي هو الريزلت دوت. هنستخدم هيدر فايل جديد اللي هي انكلود، ماشي، اسمه اف ستريم. اف ايون اف ستريم، اوكي. الاف ستريم بكل بساطة كده بيساعدك انك انت تكريت حاجة زي فايل ستريمينج، تقدر تبيت كريت فايل خارج نطاق البرنامج بتاعك. ازاي؟ خلينا نشوف كده. هنيجي هنا اهوت كده ونقول او اف ستريم، ونسميه هنا اوت فايل هيساوي، ولا خليه، لا مش دلوقتي، اوت وبعد كده نقول هنا out file dot open، ونكتب له اسم الفايل هنا اللي هيطلع. مثلا هنقول result dot that، ماشي، ده الفايل بتاعنا اهوت. وبعد كده هنيجي على السي اوت دوت، ماشي، ناخده كوبي فتحتي، نغير كلمة سي اوت ديت ونستبدلها باوت فايل، اوكي. ونفس الحوار مع دولت كده، نستبدلها بأوت فايل، اوكي. وبس نبدأ نرن كده عشان نشوف. هندخل 9 زي المرة اللي فاتت. ادي النتيجة اهيت، calculation is كذا كذا كذا، ناخد صفر ونخرج. نروح فين بقى؟ نروح على المكان اللي فيه البروجيكتس. سوري، هنا الديباج. الديباج دوت موجود فين؟ انت هتلاقي في الدوكيمنتس عندك، هتلاقي في فولدر اسمه فيجوال ستوديو 2013 او فيجوال ستوديو النسخة اللي انت بتستخدمها. هتلاقي في بروجيكتس، هتلاقي اسم البروجيكتس بتاعك اهوت اللي هو سي بي فانكشن. هتروح على اسم البروجكت سي بي بي فانكشن، دي الصفحة اللي هي فيها البروجكت بتاعك، ماشي. هتلاقي اهو ريزلت دوت ديت. هنفتح الفايل اللي هو فتحه دوت اهو، طلع فيه نفس الريزلت اللي احنا ايه لسه عاملينها. طيب، انا دلوقتي عملت الريزلت ديت، طبعا مش منسقة زي اللي موجودة في الداتا بره. نعمل ايه في قصدي في الشاشة بتاعتي؟ طيب نيجي هنا كده نعدلها. اول حاجة ناخد دوت كده اهو زي ما عملنا مع الباقيين، ونبدله باوت فايل، ماشي. وبعد كده ناخد الاوف ستريم ده ونطلعه من الاسكوب ده خالص، نخليه تحت هنا كده، اوكي. ونيجي على السي اوت ده،
اللي هو الديسبلاي لاين، وناخد هنا تاني كده، بقول له ايه، بقول له اعمل زي ما هتعمل بالظبط. شوف هنا اقف لك على كل واحده، هنا اعمل في كل واحده بالظبط زي ما هتعمل في الريزلت دوت ديت، يعني نسقهم لي زي ما انا منسق اسمه ايه ده اللي هو السي اوت اللي بيطلع في الكونسولو بتاعي، الكونسولو اللي هي الشاشه السوداء اللي بتطلع دي. بقول رن، ندخل مثلا 11، اوكي تمام، صفر انتر. بعد كده نروح على الداتا بتاعتنا، شايف نفس التنسيق بالظبط، نفس هو هو كده. انت ازاي، انت عرفت ازاي تقدر تنسق حتى وتطلع في فايل، ممكن حتى تطبع من الفايل ده بعد كده بسهولة جدا، او تبعت الفايل بتاع الريزلت بتاع البروجكت بتاعك لحد تاني. ماشي، واتمنى تكون المحاضرة فادتكم اللي بنستخدم فيها الاف ستريم، والى ان القاكم في محاضرة قادمة. تقبلوا كل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.